قوات الاحتلال تقمع الآن بالقنابل الصوتية جثمان موكب جثمان الشهيدة غفران الوراسنة في هذه اللحظات. بالقنابل الصوتية وبالسحل على الأرض يتم الآن قمع جثمان الشهيدة غفران الجواب. في ناس في ناس في ناس في ناس على أبوه نجح الجثمان. يتم الآن قمع الجنازة بالقنابل الغازية بعد أن دخلت يعني مشهد أشبه ما يكون بتشييع جثمان زميلة شيرين أبو عاقلة ثم قمع جثمان أو جنازة الشهيدة الزميلة الصحفية غفران الوراسنة. الموكب الجنائزي والتشييع نجح بدخول إلى مخيم العروب